شخص كان على قميصه نجاسة وتذكره في الصلاة، فإذا خلعه أصبح مكشوف العاتقين، فتذكر النهي لقول الرسول نهى أن يصلي الرجل عاري الكتفين، فصلى. يعني الآن بين، لأما الرسول نهى أن يصلي الرجل عاري الكتفين بهذا اللفظ يحتاج مراجعة نفس اللفظ. قد ورد أن النبي قال لا يصلن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، لكن نحن الآن بين أمرين كلاهما يعني المكروه، أحدهم الصلاة بثوب النجس وهذا ممنوع وللتحريم أقرب، والآخر لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فالأهون أن تصلي والكتف مكشوف أهون من أن تصلي على الثوب النجس، لأن النص في الثوب النجس شديد، وهو قوله تعالى وثيابك فطهر